يأتي ملك الموت يسلب الروح، كان في نزعها مشقة، لكن كلما كان للعبد عمل صالح أمر ذلك الملك الذي ينزع الروح أن ينزعها برفق، ويعطيه الله قدرة على أن ينزعها برفق. هنا تأتي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي تكون بين عيني الملك قبل أن يقبض الروح، فعلى قدر العمل الصالح يكون نزع، يكون نزع الروح. فتأتي الصدقات، فتأتي الصدقات من أعظم القربات عند الله عز وجل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ولما قيل لأبي الدرداء وهو أحد حكماء وكبار الصحابة، قيل له فضل الصوم؟ قال إن الصوم ذو فضل لكن ليس بذاك، يعني لا يصل إلى المحل الأرقى. فلما سئل تلا قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تأتي الصدقة، تأتي الصلاة من قبل، تأتي بأمور الدين تجعل الملك يرفق بهذه الروح.